السلام عليكم. النهاردة الفيديو عن التايمر، ازاي اللي انا اظبط تايمر في المايكرو كنترولر وازاي اللي انا استخدمه. الانتربت جنرال يعني بتبقى من اهم السبيكس الموجودة في اي مايكرو كنترولر. يعني لو ما قدرتش ان انا استغل الانتربت كويس او ان انا اتعلمها، يبقى انا يعتبر ما اتعلمتش embedded system صح، او اللي انا ما استغلتوش اللي انا اعمل ايه بيه الشغل المظبوط. طيب، اول حاجة هنعرفها عن ال timer zero، دي ال features بتاعته. اول حاجة هو 8 bit timer، وهنعرف 8 bit ليه، و يعني ايه readable، و يعني ايه writable، ويعني ايه 8 bit prescaler. وين هو عندي اتنين مميزتين، اللي انا استخدم external clock او اللي انا استخدم internal clock بتاعت المايكرو كنترولر. والانترب بيحصل امتى، دي يعني معلومة، بيحصل لما variable معين او register معين يحصل له overflow، يتملي من زيرو لغاية maximum number لي. دي حاجة. طيب، و ال edge بتاعته، طيب ال edge بتاعته ديت بتاع يعني ايه معناها، ايه معناها لما التايمر يبتدي يحصل enable الفلاج او يشتغل امتى، لما يبقى فيه كلوك من لو تو هاي ولا من هاي تو لو. ودي بتستخدم فقط او باللي انا اهتم بيها بس في حالة الاكسترنال كلوك، مش لازم اهتم بيها في الانترنال، هو عارف مساره عامل ازاي. دي الريجسترز اللي انا هتعرض لها عشان اشغل التايمر انتربت. اول ريجستر هو التايمر زيرو، ده اللي احنا قلنا عليه بقدر يعني اول اتنين سبيكس قلناهم اللي هو 8 بت تايمر و ريدابل اند رايتابل، دول بينطبقوا على التايمر زيرو ده. الريجستر ده، الريجستر دوت هو 8 بت، يعني بيتملي من صفر لغاية 255 او اي رقم اقدر ان انا انشالايزه بيه، ويبتدي يكاونت لغاية لما يوصل لل 255 اللي هو الماكسيمم بتاعه. طيب تمام، هنيجي بعد كده هوت على تاني حاجة هو التايمر فلاج. طب التايمر فلاج ده بعمل بيه ايه؟ الفلاج دوت بيبقى بون في حالة حصل overflow. يعني ايه حصل overflow؟ يعني التايمر زيرو اللي هو الريجستر ده وصل للماكسيمم فاليو بتاعته، يعني هو 8 بت وصل اقصى حاجة 255، يبقى ساعتها التايمر فلاج ده يبقى بون وينادي الفانكشن بتاعت الانترا. تمام، في حاجة تانية اسمها البري سكيلر. البري سكيلر دي المعروف ان المايكرو كنترولر بيشتغل زي مثلا انا هشغله على 8 ميجا هرتز، يبقى هيستخدم الكلوك بتاعتهم كلها، يعني هيستخدم 8 ميجا كلها، ولكن في الحقيقة لا، هو بيستخدم ربع الكلام ده، يعني المايكرو كنترولر هيشتغل على 2 ميجا هرتز فقط. طب التايمر نصيبه منه كام، يعني التايمر نفسه بياخد قد ايه، على حسب التقسيم اللي انا بقسمها هنا اهوت. يعني ممكن اخليه ياخد نص الاتنين ميجا دول، ممكن اخليه ياخد ربعهم، وهكذا لغاية اخر حاجة. دي حاجة جديدة بالنسبة لي تعليم اي لغة، يعني ده قانون، يعني هو قانون امبيريكال كده اهوت، اقدر اظبط بيه اللي انا احسب الحسابات بتاعت الانتربت قبل ما بتاعت التايمر انتربت بالذات، اللي انا احسبها قبل ما انا اخش اجرب واشوف هيطلع صح ولا لا. لازم ابقى متوقع الرينج بتاعي واظبط حساباتي في الكلام ده، لاني مش هحط انيشال فاليو هباء، ولا هحط بري سكيلر برضو هباء. يعني مش هقول ان انا هشتغل على نص الفريكونسي بدون ان انا بكون عارف ليه هتفيدني ولا مش هتفيدني.
وهكذا. فالقانون دوت هو ده اللي بيوصلني للمرحلة دي. طبعا احنا عارفين التايمر زيرو من زيرو ل 255، والبري سكيل لسه شرحنا دلوقتي. طب ده اكزامبل. قبل ما نخش في الاكزامبل، في حاجتين لازم نبقى عارفينهم. اول حاجة اللي انا التايمر انتربت ده بستخدمه عشان اول حاجة يا اجنريت فريكونسي زي البي دبليو ام، او اللي انا اقيس بي فريكونسي، وفي حالتين بيبقى كلمة frequency مشتركة. يعني لو انا هقيس frequency تمام، هستخدم فيه الكلام ده وهستخدم برضو القانون ده. طيب افرض انا عايز اجنريت frequency برضو بنفس الطريقة. والحاجة التانية اللي بستخدم فيه التايمر دوت، هو اللي انا بظبط تايم ديلي معين. يعني عايز المايكرو كنترولر يقف او يحصل فيه ديلي لمدة معينة. تمام. طيب كلام كويس. طب انا مش شايف تايم في القانون دوت. التايم بيبقى embedded جوه الفريكونسي، بمعنى ان التايم بيساوي 1 على الفريكونسي. دول معلومتين مهمين جدا لازم ابقى عارفهم. نخش في الاكزامبل. هنا هو الاكزامبل اللي هيستخدم internal clock بتاعة المايكرو كنترولر. الاكزامبل ان هو عايزين نعمل ديلي نص سكند تمام في البروجرام بتاعنا بيوزنج التايمر زيرو. ايه هي الكاونت، عدد اللفات اللي انا يعني ديت عدد اللي هيحصل فيه اوفر فلو، يعني هيحصل اوفر فلو كام مرة. طيب الكلام هيوضح اكتر هنا. هو الكلوك اللي انا هبقى شغال بيها هنا هوت هي 4 ميجا هرتز، والبري سكيلر قلنا 1 ل 256، والتايمر زيرو قال لك انا هانيشالايزه بزيرو. طيب كلام كويس جدا. هو عايز ايه بقى؟ عايز ان التايم الديلي يبقى نص سكند. نص سكند مقلوبها بقى فريكونسي. طب ليه قلبناها فريكونسي؟ لان احنا القانون ما بيتحكمش بالتايم، لا ده بيتكلم على الفريكونسي. طيب هيبقى 2 هرتز، دي بتمثل النص سكند. وهحسب عدد الكاونت، عدد اللفات او عدد المرات اللي هيحصل فيها اوفر فلو عشان اعمل النص سكند ديلي. لما احسب الحسابات بتاعتي هيطلع ان هما لازم اعمل 8 لفات، يبقى لازم الكلوك يحصل اوفر فلو 8 مرات. يعني 8 مرات التايمر زيرو ده يوصل لل255 بتاعته 8 مرات. تمام كده خلصنا البريزنتيشن. هنخش على حاجة مهمة جدا، الداتا شيت. الداتا شيت ده من يعني في معلومات كتير جدا بس الى حد ما مش مبسطة، ولكن ده من اهم الحاجات زي ما قلت لازم نرجع له في كل حاجة، وخصوصا الريجسترز والانتربت واي حاجة فيها كوميونيكيشن والكلام ده. هنيجي نبص عليه اهو. قلنا قبل كده ان الانتكون دوت هو حاجة اسمها الانتربت كنترول ريجستر. الانتربت كنترول ريجستر ده بقدر اريد منه داتا واقدر اكتب فيه داتا. طيب هنشوف احنا دلوقتي ازاي نكتب فيه وازاي نقرا منه. نكتب فيه زي مثلا ال general interrupt وال timer zero enable. ايه ده ال GIE؟ ده اللي هو ال general interrupt enable، ده قبل ما انا اعمل اي حاجة في ال interrupt لازم اشغله. بمعنى ان لو ما اشتغلش يبقى اي setting انت هتعملها لل interrupt in general، يعني في ال external او ال internal او ال timer او الكلام ده، مش هتبقى ليها اي لازمة ولا هتشتغل. فاللي احنا هنستخدمه النهارده من اللي هو الريجستر انتكون ده هما 3 حاجات بس. الجنرال انتربت لازم انيبله ب1، والتايمر انيبل اللي هو ده مختص بالتايمر زيرو اوفر فلو انتربت، اللي هو اول ما يحصل اوفر فلو يبتدي ينادي فانكشن انتربت. فانا لو زودت ده ب1 معناه انا بشغل التايمر زيرو ده.
لو انا ظبطته بزيرو خلاص مفيش حاجة اسمها تايمر هيشتغل ولا اني ولا انتربت ولا اي حاجة. تاني حاجة هنستخدمها هو التايمر زيرو اوفر فلو انتربت فلاج. ده الفلاج اللي احنا قلنا عليه اللي هو لما يحصل اوفر فلو للفاريبل بتاعنا اللي هو التايمر زيرو يبتدي ينيبل الفلاج بون، وفي نفس الوقت ينادي مين؟ ينادي الانتربت فانكشن، بيناديها بناء على طلبي هنا هوت اللي انا قلت له انيبل التايمر زيرو انتربت. افرض انا قايل له دي خليها بزيرو، معناه كده اللي هو مش هيروح للانتربت فانكشن تمام، و مش هي انيبل الفلاج دي. حاجة تاني حاجة هو الاوبشنال ريجستر. ايه الاوبشنال ريجستر ده؟ في حبة سيتنج للانتربت اللي انا هستخدمه، بمعنى انا عايز مثلا زي ما قلنا الفريكونسي اللي انا هستخدمها هتبقى انترنال ولا اكسترنال. طب انا عايز لما تكون انترنال هتتقسم على كام وهكذا. هنا هو اول هم اربع حاجات هنستخدمهم منها، هو التايمر كلوك سورس، هل هستخدم البن رقم 4 في البورت A عشان تبقى هي دي سورس الكلوك بتاعي، ولا هستخدم انترنال، والتايمر زيرو ايج التايمر ايج. طبعا قلنا الايج ديت هيبقى من هاي تو لو او لو تو هاي على حسب الاكسترنال، يعني هو حتى نوت محدد ترانزيشن اون البن رقم 4 في البورت A اللي هو الاكسترنال كلوك. طيب تاني حاجة هو الايه البري سكيلر اساينمنت بت، هديت اللي انا بقول هشتغل على انهي نظام، هشتغل على النظام ده ولا هشتغل على النظام ده. هشتغل على النظام اللي هو لو قلت زيرو زيرو هيديني واحد لاتنين، ولا لو يعني هي الفرق كله في حتة اللي انا هيبقى مفتوح عندي في ال watch dog timer 1 to 1 اللي انا اقدر استخدم ال clock كلها بعد ما تتقسم على 4، او اللي انا استخدم نصها وهكذا، واقدر اللي انا اخليها 256. طبعا ال watch dog timer ده ليه استخدام تاني خالص، مش هو ده دلوقتي المجال بتاعه، ولكن بس برضو ايه قلنا كده اهوت سريعا هيبقى عنده سبيكس في حتة اللي هو يقدر يستخدم التايم التايم كله او الفريكونسي كلها بعد ما تقسم على 4، وده البري سكيلينج ده. طيب في حاجة برضو لازم نبقى يعني واخدين بالنا منها، هنا هو لو لاحظنا بيقول بيت 7 وبيت 6 بيت 5 بيت وهكذا. طب معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان دوت يعني في الكود بتاعي هيبقى عبارة عن 8 بيت variable. هبتدي هكتب فيه ازاي؟ هكتب فيه اما بقى باللي انا اساين البيت نفسيها وهنشوف الكلام ده في الكود، او اللي انا اكتب ان الفاريبل سي مثلا اللي هو الاوبشنال ريجستر بيساوي زيرو زيرو بايت زيرو اللي هو بعلامة الباينري، اكتب جنبيها مثلا 110 وهكذا. هشوف الكلام ده كله في الكود كده تمام. هنروح نشوف الاكزامبل بتاعنا. طبعا في الحاجات ديت لازم نستخدم سي ار او لان الفريكونسي بتبقى عاليه جدا في رينج الكيلو هرتز، فبالتالي مش هقدر اشوفها بعينيا في الليد. هنشغل اهو حاجه زي كده مثلا اهو، يعني البين ديت هي دي الفريكونسي بتاعتها اللي تحت دي رينجها كام؟ داخل في الرينج بتاع 100 مايكرو سكند تمام، بس انا شايفها بتطفي وتنور مرة واحدة في الثانية. ليه؟ عشان السرعة بتاعتها بس. ودي البت التانية احنا ظبطنا اللي هو 10 ملي سكند عاديين بس. ده كده الايه الاكزامبل بتاعنا. نرجع للكود الفويد مين في اللي هو الاوبشن ريجستر اهو. قلنا الاوبشنال ريجستر هيبقى 0x مثلا، انا هحطه 0x07. يعني ايه 0x07؟ دي معناها لما تتفك اللي هو 0x07 بتساوي بالباينر، يعني عشان اقدر
assign مع الجزء بتاع البيت والكلام دوت، هتبقى عبارة عن 4 0 و0 و3 1. هنيجي نقارن الكلام دوت مع اللي مكتوب هنا هوت، هنلاقي اللي انا عامل كل دول زيروز ما عدا اخر 3 بت عاملهم بون. وان معناها اللي انا مختار البري سكيل بتاعي ب 1 2 256، تمام؟ ده وضحت كده اهو خلاص. طيب ده التايمر زيرو اللي قلنا عليه اللي بيحصل له اوفر فلو، ده بيكاونت مثلا سي من صفر او من انشالايز نمبر ل 255. انا هنقعد اعمل له انشالايزنج ب 253، محدش يعني يقدر يكنترول الكلام دوت، يعني محدش يقدر يقولك لا استخدم زيرو بس، ولكن انت مسموح لك تستخدم ايه اي رقم فيه. نيجي بقى هنا هوت ليه اهم حاجة، احنا قلنا دوت عشان استخدم التايمر انتربت لازم انيبل الجنرال انتربت والانتربت انيبل بتاع التايمر، تمام؟ ده حاجة اساسية. طيب في 3 طرق بقى لكتابة الكلام ده زي ما قلنا، طريقة عن طريق الباينري اللي هو قلنا زيرو اللي هو زيرو باينري، ويكتب بعديها الكود بتاعي، وده لو جينا قارناه هنا اهو مع الانتكون اهو، قلنا احنا في الكود مكتوب 1 0 1 0 1 وكله زيروهات. هنيجي هنا اهو 1 اللي هو ده اللي هو جين انتربت، و0 و1 اللي هو التايمر انتربت، 0 دوت انا عملت له انيبل، تمام؟ وبعد كده هوت كل الباقي بقى زيروهات. زيروهات هيعدي عليهم 0 من بتاع الفلاج. ما انا ما ننساش ان احنا المفروض قلنا ان الفلاج لازم يحصل له كلير دي السوفت وير، يعني لازم اعمل له كليرنج في السوفت وير. فكليرنج اللي انا بقول له الفلاج بزيرو، ده الكليرنج بتاعه. دي طريقة، وفي طريقة باللي انا اخد الباينري ده احوله لهكسا اهو، وهو هو نفس الكلام. وفي الطريقة اللي انا اساين البيت نفسي، انا برجح يعني انا عن نفسي بستخدم الزيرو باينري اللي هو عن طريق اللي انا اكتب باينري، مش بالحتة اللي انا اساين ال variable نفسه او الريجستر نفسه عن طريق الايه دوت. وبعد كده هو ايه الكاونتر بتاعي، ده الكاونتر اللي احنا كنا بنتكلم عليه، انا خليته initially بزيرو. ايه دي بقى؟ دي endless loop، loop تقعد تلف infinite، تمام؟ عشان اشوف تأثير الانتربت ايه، هل بيكسر الاندلس لوب ويروح ينفذ الفانكشن اللي قال عليها، ولو ما حصلش الكلام دوت يبقى معناه ان الانتربت مش شغال، تمام؟ هو ابتدي اتشيك بعد كده يعني اتشيك في الحاله ديت على الجنرال انتربت والانيبل بتاع الانتربت نفسه. طيب بعد ما شغلنا الانتربت وحصل اوفر فلو، هيروح ينادي الانتربت فانكشن، وكمان هيست الفلاج ب1. اول ما ينادي interrupt function هيخش في ال if condition دي. لو قلنا ها ال interrupt ال flag بكام، قالك ب1 خلاص، يبقى نخش هنا اهو نتوجل ال pin بتاع، ناخد حاجة من الاتنين، هنقول له even counter بتاعك هل عدى say مثلا 1، عشان انا ظبطه على 1 يبقى هيعد 0 1، يبقى كود ايه عد عدتين بس 0 1 عدتين. طيب خلاص هو اوريدي بقى ب1 ودخل، قالك ايه هل الكاونت بتاعه ب1؟ لا انا ظبطه ب0 خلاص، يبقى الكاونت بتاعي لسه ب0. يعني ايه؟ يعني مش هخش في الكونديشن ده، هطلع بره خالص واخش هنا اهو، هريست الفلاج زي ما قلنا لازم يكون، لازم يتعمل له كليرنج، هعمل ريسيت لي وازود الكاونتر بتاعي خلاص، واعمل ريتيرن. طيب نيجي تاني حصل ايه؟ اوفر فلو مره كمان،
يبقى كود 2 overflow هيخش برضو يخش في الانترب ويرست هنا اهو، ولكن في الحالة دي هيبقى الكونديشن ده اتحقق، فبالتالي هيخش جواه يتوجل، هينفذ بقى اللي هنا ده، هيتوجل البن نفسها عشان يخلي الزيرو وان والوان زيرو، ويكلير الكاونتر تمام، وهعمل ريسيت للايه لل الريجستر التايمر زيرو، هينيشالايزه بنفس القيمة اللي انا بادئ عندها، عادي انا هنيشالايزه بقيمة تانية براحتي تمام، ولكن انا هنيشالايزه بالقيمة اللي انا كنت هبتدي عندها. بس كده خلاص خلص الموضوع بتاعي في بعث. ده اكزامبل مختلف تماما عن اللي احنا كنا خدناه في السلايدز، فهنعمل الحسابات بتاعته ونشوف حبة حاجات كده اهو. يعني شغالين على 8 ميجا هرتز، هنعمل الحسبة بتاعتنا هنقسم على 4 و256 عشان البري سكيل بتاعنا 256، و256 ناقص 253 اللي انا بادئ عندها في 2. طب الاتنين دي مين؟ دي الكاونت اللي هو 0 وبعديه 1 هنا اهو، 0 و 1، لو 0 مش هينفذ، وبعد كده يجي يرجع 1 هيروح منفذ الكلام ده، بكده عدتين حصل 2 overflow، هيطلع ساعتها الفريكوانسي ب 1302 هرتز. طيب كويس، لما نيجي نروح بقى نوت للسيميليتور ونشغل، بإمكاننا ان احنا ناخد سناب شوت اهو، ونبتدي نحسب الحاجة الفريكوانسي بتاعتنا عن طريق اللي احنا نعد عدد البلوكس ديت approximately كده هوت تمام، ونبتدي نقيسها. لو بصينا هنلاقي هو كام، 1 2 3 4 5 6 7 8 الا حاجه، يعني 8 الا حاجات بسيطه نقدر نعتبرها سي، مثلا ممكن نعتبرها 7.6 او 7.8 مثلا، يعني انا شايف ممكن يكون 7.8 otherwise هي ايه، بس هي فرنج الايه التمانية، ما بين ال 7 7.5 وال 8 هيطلع معايا، واضربها في السكيل بتاعي هنا اهو اللي هو ال 0.1 ملي سكند، هيطلع ان الفريكوانسي ب 1315. هي تطلع يعني لو ظبطتها مثلا 7.8 تطلع في 1305 مثلا. طب ايه الفرق ده في ايه؟ الفرق دوت لان احنا في الكود او يعني هو مايكرو كنترولر هو بينفذ بيتشيك على ده، ولو اتنفذ يعني فعلا الشرط ده اتحقق بيخش ينفذ ده وينفذ ده ويسيت ده تمام، وبعد كده يعمل ريتيرن. طب الله كل الكلام ده ملوش تايم يعني؟ لا ليه تايم تمام. طب التايم دوت بيأثر معايا؟ اه فعلا بيأثر معايا، لان طول ما هو بينفذ الكلام دوت هو موقف المايكرو كنترولر تماما تمام، وشغال في الكلام ده حتى لو حصل اوفر فلو تاني، يعني لو حصل اوفر فلو تمام هو ما بيقطعش العمليه بتاعته، لانه اوريدي جوه التايمر ايه جوه الانتربت فانكشن، فبالتالي مش هيقدر يخرج منها، لان الانتربت ما ينفعش يتعمل الانتربت، يبقى زي ما قلنا التايمر مش هينفع يتعمل عليه الانتربت، ما ينفعش يتعمل عليه انتربت من اي حاجه تانية. طيب خلاص، وهنا نفس الكلام هيسات الفلاج بزيرو ويعمل ايه بلس بلس. طب ده برضو ملوش تايم؟ لا اوريدي ليه تايم تمام. فاحسن حاجه بان احنا يعني ان هو دخل الرينج، لو بصينا هنا اهو دخل الرينج ايه، يعني 1300 ودي 1300 برضو تمام. لو صلحنا مثلا ان دي 7.8 مثلا هيديني ان هو 1305، يبقى بالتالي الفروقات بسيطه طالما انا فرنج الكيلو. طب تعالى بقى نعمل حاجه فرنج مثلا الميجا، يعني لو خلينا مثلا البري سكيل ان هو 2، لا هيبان الكلام دوت، هيطلع لك مثلا انا متوقع في بالقانون يطلع 1 ميجا، لا يطلع ان هو مثلا 700 كيلو مثلا، او يطلع اقل من كده كمان، فبالتالي بتبان كل ما بشتغل عند فريكوانسي اعلى وتايم اقل، فبالتالي بالتايم بتاع الكاونتنج
اللي هو البلاس بلاس، او اللي انا بيسيت حاجة او بريسيت حاجة، كل ده بيظهر معايا. كده خلاص. وبالنسبة لي الماتيريال اللي اشتغلنا بيها السيميليشن فايل والكود كالعادة، فهنحطهم ان شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو. السلام عليكم.